قرس قرصا كبيرا في قلوب أهل السودان وجعل من خلال هذه التغطية الخاصة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المشهد يحدث نفسه ويعبر عن حزن كبير وأليم نعم الآن أسرة الراحل تنزل من الطائرة وهي تقبل العزاء من السادة المسؤولين زوجة الراحل وابنه والمسؤولي وأهل الثقافة والفنون هي لحظات مؤثرة وقوية بأن محمد طه القدال في الوجدان محمد طه القدال هو أهل كل السودان محمد طه القدال لا يمثل نفسه فقط محمد طه القدال الآن ابنه تقبل العزاء في لحظات مؤثرة وقوية نقول أن هذا الفقد هو فقد لكل أهل السودان فقد كبير لهذا الشاعر الكبير العظيم محمد طه القدال إذا ذهبت بجسمك ستبقى فينا مغروسا بيننا وبين قلوبنا نحن حقيقة الصورة تحدث نفسها إخوة في الأخبار الآن ما زالت الجموع بين المسؤولين والفنون وهذا أبلغ تعبير أن يكون الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الآن جثمان هي لحظات مؤثرة وقوية لحظات مؤثرة وقوية ماذا تقول في هذه اللحظات المؤثرة؟ والله القدال فقد عظيم للوطن وللبلد كلها ولحظة محزنة جدا انه نكون هنا في الوداع الاخير للشاعر العظيم الفز محمد طه القدال لصديق الشخصي بالنسبة لي ايضا خسارة عظيمة لبلدنا وخسارة عظيمة نعم لا شك في ذلك شكرا أستاذنا محمد عبد الحليم الآن كل ما نحاول أن نقدم شخص أن يتحدث نجد الدموع تعبر عن نفسها
وهي أبلغ دليل بأن هذا الفقد هو فقد لكل أهل السودان. وقوية لأن الطائرة في سياق نزول جثمان الفنان الكبير الراحل محمد طه القدال. أستاذنا عبد القادر الكتيابي دوام لله، وأنت الآن على الهواء مباشرة، ماذا تقول لمجموع الشعب السوداني ونحن نستقبل جثمان هذا الرجل العظيم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. سنة الدنيا يعني سنة الله، سنة الله في خلقه. أخونا القدال الفارس والأديب والموسوعي والشاعر الذي سطر تاريخ أدب وطني عظيم، نسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة. نحن في هذه اللحظات يعجزنا التعبير، فعلاقتي الشخصية بالقدال ليست هي هذه علاقة القلم فحسب، وإنما نحن كالأشقاء على مدى 40 عاما أو أكثر في المنابر. في محافل التظاهرات وفي المعتقلات وبيننا تاريخ كبير في داخل السودان وخارج السودان. الآن الجثماني يعني السيارة التي تحمل جثمان تحركت. شكرا أستاذنا قدر الكتيابي. والآن الهواء مباشرة، ماذا نقول لهذا الجمع وهذا الفخذ العظيم؟ الهواء مباشرة وهذا الجثمان الآن على الهواء مباشرة، هي لحظات مؤثرة. الآن موكب الجثمان يمر أمام هي لحظات مؤثرة، وليس هنالك أبلغ من هذا التعبير عن الصورة التي هي تتحدث الآن. لا نقول إلا ما يرضي الله في هذا الفقد الجلل. الآن أسرتي علم السودان يلتف حول جثمان الراحل الكبير محمد طه القدال، لأنه كان سودانيا خالصا في إبداعه وفي ثمرة قناعته بالحرية والديمقراطية. محمد طه القدال تبكيك كل الجموع السودانية، وفي لحظة بعد قليل دكتور كلمة للشعب السوداني. نحن الآن على الهواء مباشرة. احنا اليوم فقدنا واحد من أعظم أبناء الشعب السوداني، الشاعر العظيم
الجدال. الذي ظل أمين وحريص على قضايا شعبه، لم تلن له غنى أجل النضال، ترحم عليه ونعزي أسرته الصغيرة والشعب السوداني. نحن بفقد الجدال فقدنا مناضل لا يشغ له غبار، وحقيقة جنات الخلد جدال، ونحن حنظل أمينين على الإرث الطر والغني الذي تركته. شكرا دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء مخاطبا الشعب السوداني. هذا يوم من أيام الحزن في تاريخ السودان. عبر جسر الرحيل الأخير اليوم شاعر باسل انتمى لضمير شعبه وكتب قصائده بدموع المقهورين. لكنه سيبقى حيا بينا بتجلياته الشعرية وبنصوصه الباذخة تجده سطوعا بيننا كلما أوغل في الغياب. العزاء له وليسرته الصغيرة وليسرته الكبيرة اللي هم داني، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا. كنا في تحية خاصة قدمت مستقبلي رئيس مجلس الدوله المسؤولين سيد وزير الثقافه والاعلام وسيد وزير المجلس والفنانين والمثقفين. عوده الى الزملاء في الاخبار. حيظل يعني ما تركه باقي، ونحن نقول ما يرضي الله وإنا إلى الله إليه راجعون.